ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا الأستاذ خالد خليل الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ خالد مرحبا بك معنا في هذه النشرة. إذا وزير الخارجية الأمريكي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، كيف تقيمون هذا اللقاء وما مدى تأثيره في مسار الحرب؟ بداية تحياتي أستاذ سعد لك وللسادة المشاهدين. بالفعل هذه الزيارة الثالثة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، كانت الزيارة الثانية فشلت بسبب المجزرة التي يندى لها جبين البشرية، مجزرة المعمداني التي أتى الرئيس الأمريكي. كان من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني بالإضافة إلى برفقة وزير الخارجية، ولكن يبدو أن بلينكين عاد إلى المنطقة، ولكن يعكس هذا التخبط أو سياسة عدم الوضوح في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في إسرائيل. رأينا في الأيام الأولى أن أمريكا كانت مندفعة وأتت بأسطولها وبطاقم البيت الأبيض كاملا، يريدون أن يؤنبون إسرائيل على هذا الفشل الاستخباراتي والعسكري في عدم التصدي لعملية عسكرية قام فيها فصيل مسلح هو حركة المقاومة حماس، بالإضافة إلى تأديب المنطقة، بالإضافة إلى حمل مشاريع ترانسفير جديدة إلى المنطقة التي رفضتها الحكومات العربية وعلى رأسها الأردن ومصر. أعتقد أن الأمريكيين يجدون تخبطا في معالجة هذا التصعيد الذي يبدو أنه سيخرج عن السيطرة ويمتد إلى أمد أطول. قلت أن الأمريكا والأمريكيين يواجهون تخبطا في التعامل مع هذه المأساة التي يمر بها قطاع غزة، ولكن في الساعات الأخيرة أعلن الرئيس الأمريكي بايدن إحراز تقدم في مسار التوصل لهدنة في غزة. برأيكم هل الهدنة المؤقتة التي تسعى إليها واشنطن كافية لتدارك الوضع المأساوي الحالي في غزة؟ هو هذا النوع من التراجع في الموقف الأمريكي. لا تزال واشنطن تصرح علنية بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وحركت حاملتي طائرات وأرسلت أكثر من 60 شحنة مساعدات عسكرية بالإضافة إلى 2000 عسكري. يبدو أن الأمور هي في تصاعد مستمر، لذلك نرى تراجعا في الموقف الأمريكي، وبات الحديث عن هدن إنسانية وليس وقف أطلاق نار. بالأمس كان هناك اجتماع مع الوزراء الخارجية العرب، وفي المؤتمر الصحفي المشترك بين بلينكين ونظيره الأردني والمصري طالب بلينكين بهدن إنسانية ولم يتطرق إلى وقف اطلاق نار. في المقابل كانت المواقف العربية تدعو صراحة وبحزم إلى وقف اطلاق النار. يبدو أن الإدارة الأمريكية أيضا تتعرض للضغط الشارع، لا سيما لمراعاة الرأي العام العالمي الذي يطالب بهذه المذبحة التي ترتكب على الهواء مباشرة التي تقودها إسرائيل وبدعم مطلق من قبل واشنطن. إذن كما أشرت يعني واشنطن بدأت تتراجع عن موقفها المعلن وبدأت تتحدث عن هدن إنسانية، ولكن وزير الخارجية الأمريكي بلينكين تحدث صراحة خلال جولته شرق أوسطية عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. مثل تصريحات كهذا ألا تقف عائقا أمام أي جهود لوقف التصعيد؟ هذه الحرب أو ما يحدث حاليا كشف بأن لا يوجد هناك مسارين، مسار أمريكي وإسرائيلي، وإنما هو مسار واحد. أمريكا هي التي تقود الحرب من الخلف، ولكنها تتعرض لضغوط داخل الشارع الأمريكي وفي الرأي العام العالمي. بالأمس رأينا مظاهرات عدة في واشنطن وفي نيويورك هي غير مسبوقة في تاريخ تأييد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يبدو أن أمريكا الآن تتخذ سياسة المراوحة، وبالإضافة إلى أنها تراقب مجريات الميدان ولا سيما الورطة الإسرائيلية التي بدأت بالتوغل قبل نحو أقل من أسبوع داخل قطاع غزة، والتي خلفت تدمير عشرات الآليات العسكرية ذات النوعية يعني الغير مسبوقة، أو كما هو معروف أن إسرائيل هي تتمتع بتفوق إقليمي أمنيا وعسكريا بدعم من واشنطن. أمريكا ترى أن مشروعها الخاسر في الشرق الأوسط وهو إسرائيل الذي تدعمه بعشرات المليارات، كما هو معروف أيضا أن
أمريكا تقدم نحو 4 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية لتل أبيب. طيب، الملاحظ أن أي مسار سياسي للتهدئة يعني حاليا يسير بشكل بطيء، وفي الميدان الخسائر تتزايد يوميا وعلى مدار الساعة. إلى أي مدى ستكون غزة قادرة على تحمل المزيد في ظل انهيار البنى التحتية وتدهور الأوضاع الإنسانية؟ بالفعل هناك خسائر على الجانب الإنساني في قطاع غزة، لا سيما أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب موصوفة وهي العقاب الجماعي للمدنيين، ولكن هذا هو قدر الفلسطينيين الذين اعتادوا منذ 75 عاما على الاحتلال. لا سبيل لهم إلا مواجهة هذا الاحتلال أو هذه القوى الغاشمة التي تريد اقتلاعهم من أرضهم. أما بالنسبة لإسرائيل، بالفعل هناك خسائر فادحة تحدث عنها نتنياهو ووزير دفاع بأننا سنواجه أيام صعبة وطويلة المدى. خسر الجيش الإسرائيلي خلال 4 أيام في توغله البري نحو 29 جنديا، وهذه يعني كلفة بشرية لا تتحملها إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا. بالإضافة إلى نقطة مهمة، إسرائيل كانت دائما تروج خلال السنوات الماضية بأنها تعيش عصر من شهور العسل، بأنها توقع اتفاقيات تطبيع مع محيطها العربي، لا وجود لأي تهديد عسكري فيما عدا الملف النووي الإيراني الذي تسلمته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عبر المفاوضات الفاشلة. كانت إسرائيل تضع على سلم أولوياتها أو تحديات الأمن القومي لها هي معركة ما يسمى بالشرعية، أي سمعتها العالمية. واليوم نحن نشاهد العديد من منظمات المجتمع المدني اليهودية تعارض إسرائيل. إسرائيل تستمد قوتها بالتعهد الأمريكي بالحفاظ على إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة، بالإضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من اليهود في أمريكا ولا سيما الشباب. ولكن في ظل عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، إسرائيل تواجه ورطة في الرأي العام العالمي وورطة عسكرية على ذكر الرأي العام العالمي. إلى أي مدى يعني هذه التظاهرات التي تعم العواصم الغربية خاصة في واشنطن ولندن ستكون عاملا ضاغطا على السياسيين في تلك الدول لوضع حد لهذه المأساة التي تمر بها غزة؟ يبدو أن عملية طوفان الأقصى أعادت الجدل العالمي أو القضية الفلسطينية إلى الجدل العالمي بين مؤيد ومعارض، ويبدو أن الرواية الإسرائيلية لم تعد تصمد التي تروج لأن تحاول وصف أو قرن أو تشبيه حماس بأنها من داعش، ولكن حماس هي أيضا حركة تحرر فلسطينية محلية تواجه احتلال ما قامت به أو الهجوم الذي قامت به في فجر يوم السبت 7 من أكتوبر لم يكن مجرد عملية عسكرية يعني وليدة اللحظة. هناك حوامل تعتمد على القضية الفلسطينية ذات البعد العالمي والحقوقي. يبدو أن الشارع الغربي لم يعد يقبل بازدواجية المعايير و يعني ترك إسرائيل يعني ترك الحرية لإسرائيل في أن تفعل ما تريد. طيب، اليوم نحن في اليوم 30 من الحرب على غزة، ومع هذه العلامة الفارقة، كيف تقيمون ما حصل من على مدى الشهر الماضي من الناحيتين السياسية والإنسانية؟ على المستوى الإنساني، قطاع غزة هو يواجه حصارا خانقا منذ 16 عام. الكلفة الإنسانية كانت باهظة ومكلفة، ولكن كما أسلفت سابقا بأن هذا هو قدر الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. ولكن نحن بعد مرور 30 عاما أرى أن سياسيا كان هناك نوع من الإرباك للقيادة الأمريكية، لا سيما في الأيام الأولى التي أتت بكل زخمها العسكري والسياسي لتأديب المنطقة واقتلاع حماس. نرى الآن هناك نوع من التراخي والتراجع، ويتحدثون عن هدن إنسانية، لا سيما وأن الكرة ليست في ملعب الجيش الإسرائيلي. لا يزال مقاتلي حركة حماس وخاصة كتائب القسام يصورون مشاهد
يعني من القليل أن نوصفها بأنها بطولية. يدمرون الآليات العسكرية ليس من المسافة الصفر، ولكن نستطيع أن نسميها من المسافة تحت الصفر. هذه المشاهد تحدث رعبا في داخل المجتمع الإسرائيلي برأيي، مهما دمرت إسرائيل واستخدمت آلتها العسكرية الهمجية في القضاء على المدنيين في قطاع غزة، هي خسرت أولا بأن انكسرت صورة أو هيبة الجيش الإسرائيلي. لم يعد هناك فقط تآكلا لحالة الردع، انهار الردع بشكل كامل، بالإضافة إلى أنها أيضا الآن تواجه بما تسميه هي معركة الشرعية، بأنها تظهر كنوع من النازية وتحاول أن ترتكب محرقة بحق الفلسطينيين، لا سيما أن إسرائيل قائمة على سردية بأنهم ضحايا هولوكوست يحاولون استعطاف الغرب، ولكن كل هذه الروايات لم تعد تصمد أمام مجريات الواقع. نعم، الأستاذ خالد خليل الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.